السلام عليكم. نحن كسكينة أسفنا نستنكر ما وقع على بو الحسن من إهانة. بو الحسن ماشي هو شخص واحد، بو الحسن هو أب كل مغربي، هو بو باك. بو الحسن الإهانة ديالو اليوم ماشي إهانة ديال شخص واحد، إهانة ديال 40 مليون مغربي. كيف يعقل أننا تحت قيادة رشيدة ديال سيدنا الله ينصرو وحنا كنعيشو ظروف صعبة، ويجي واحد يتسلط على رجل في مقام ديال بوه ويقول ليه وريني شنو عندك فيك الجوع؟ الرئيس هاسمع خريحة، الرئيس هاسمع خريحة، ورينا بعدوا منه شوية، بعدوا منه شوية. البحرية خويا قول لي كي داير الوحص، كي داير الوحص، كي شبت تاكل شوية والو في غادي، في غادي فلوكة. شنو الصورة اللي عطينا اليوم للعالم؟ بالله عليكم شنو الصورة عطينا اليوم للعالم؟ العالم اللي كيعيش اليوم بوباء تاع فيروس اللي قتل ربع مليون ديال الناس، والناس الدول الاوروبيه كتقول الناس جلسوا في ديوركم حنا غنوفروا لكم كل شيء. ان سيدنا الحمد لله تحت القياده الرشيده ديالو قام بالواجب وكان سباق لاي دول متقدمه، ان وقفنا اقتصاد ديال بلادنا. هذا الشيء كامل على قبل المواطن المغربي، يعني عبر على انه اب كل مغربي. ويجي واحد كيقول الرجل مسكين الله يرحمه في هذا النار انك انت واش الجوع؟ يعني احنا عطينا للعالم ان احنا سدينا على الناس ونقتلوهم اليوم بالجوع. هذا من الجانب الاول. موت بو الحسن فهو فاجعه، على السلطات ان تتخذ مجراها في هذه القضيه هذه. كذلك رساله موجهه للسي عبد اللطيف الحموشي السيد المدير العام اللي عندنا اليقين التام فيه باش يتدخل، لهذا كنطالبوا به بالدخل في هذا الشيء هذا. كذلك هاد السيد هاد الفيديو هذا اللي شفنا ان اهانت سيده موظفه متطوعه عادي علاش حاب تقول لك تنوبري عليا؟ لا بالطريقه اللي كدير لي كتبات حنا كنبينوا اختي. شوفي الله يرضي عليك، شوفي ها ما عندكش حق باش تهضري معايا انك موظفه بالصات، راك موظفه في المقاطعه مش موظفه في الزرقاء. الله يرضي عليك، هضري معنا بادب. الله يرضي عليك، حنا ما خدامينش عندك، هضري بادب. صافي 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 الله يحفظك صافي. كتشوفوا معايا جميع، حنا الان مازال ولاد بياضات. السيده بغات تعاق علينا مشاهدينا الكرام، بغات تبارك علينا شويه العياقه ديالها. عاد قبل شفنا فيديو قبل فيه اهانه ديال الناس ديال التعليم في وسط مؤسسه اللي اتهمهم انهم خوانه، كلمه خوانه فهي خطيره. هما تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا، وحنا كاملين المغاربه كنعرفوا شيء واحد، والله الوطن الملك. اتهمهم بخوانه وقال في الفيديو ديالهم ان خاصكم استعمار. شنو كنقولوا استعمار؟ حشومه نكلموا ان خصنا استعمار يرجع عندنا هنا، ما يمكنش نقولوا نتلفظوا بهذا الكلام هذا. كذلك خص القانون ياخذ مجراه، وخص اي شخص كتسوي ليه النفس تاعو ما تكونش في قيم ديال الانسانيه، قيم ديال المبادئ. ما فيش روح المواطنه في الظروف الصعبه اللي كيعيشها الوطن، في الظروف الصعبه اللي كتعيشها البلاد ديالنا، يتقيس مواطن وطيح الكرامه ديالو ونجو نصالحوه باش بخمسه ديال الدقيق وجوج كيلو ديال السكر والزيت. كرامة المواطن المغربي أغلى من ذلك، كرامة المواطن المغربي ما كتسواش خنشة الدقيق. حنا كاملين المغرب اش كيقول لك؟ عناي جوعي في كرشي وعناي في راسي. الحمد لله حنا ما كنطلبوش، حنا عمر المواطن المغربي ما طلب. حنا عايشين تحت الرعاية ديال سيدنا، حنا عارفين أن شاء الله من القدام غيكون الخير. نسميو باسم كافة المغاربة من طنجة إلى القويرة، كنتقلب دموع تاع عزينة الحارة لأسرة الفقيد با حسن على إثر هذه الفاجعة اللي هزات القلوب ديالنا اليوم. وبقلوب مؤمنة ما عندنا نقولوا إلا إن لله وإنا إليه راجعون. وبالنسبة للزوجة ديالو أو الإبنة ديالو فهي بابنا مفتوح ليها، أنا ما كنهضرش بصفتي بوحدي، بصفتي وبصفت ناس أخرين، بابنا مفتوح ليها. أي حاجة بغاوة فمرحبا، وبلا كاميرات لأن هذا واجب علينا كمواطنين، حيت معروف علينا الحمد لله التضامن. الخير دليل ان المغاربه كيتضامنوا في اي شيء داخل الوطن وخارج الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.